توقعات الأربعاء الموافق 5 أبريل 5 نيسان 2023. النهاردة ممكن تحس بإهانة بالنسبة ليك من كلام حد من أقاربك وأسرتك، وحتى حد من أصحابك هيسمعك كلام أنت مش حابب تسمعه منهم خالص، لكن هيكون في سبب هيبقى متعلق بيك. ممكن يبقى مش مناسب، ممكن يبقى مش مدروس من جانبهم اللي هيسمعوك الكلام دول. حاول ترتب الأحداث أكتر في حياتك الشخصية، حتى لو كانت في مواقف كتير جدا في حياتك لازم تفصل ما بينها وبين الأشخاص اللي حواليك في اليوم ده، علشان ما تحزنش على الفاضي، لأن هيكون ده جزء واضح من مسارك اللي انت بتمشي فيه واللي بيمشي فيه كل شخص عندك. هيكون يوم مناسب جدا لعمليات الشراء، لو كنت حابب تشتري بيت جديد او دولاب جديد لملابسك الشخصية هيجي لك اتفاقات حلوة فيه. هيكون في خطر شوية من احتمال انك تكون تحت تأثير المزاج اللي بيبقى فيه اكتئاب واضح، واللي انت مش عارف تمارس فيه انشطة كتيرة تعتبر نشطة بحد ما. بنسبة كبيرة جدا هيجيب ليك تجارب تعتبر بالنسبة ليك ممتعة، هتتخلص من كتير من المخاوف اللي كانت قدامك، وهتبتدي تستمتع بيومك عشان تتواصل بشكل كويس مع كل الناس اللي حواليك، سواء كانوا بيقربوا لك او حتى معارفك بس. بالنسبة ليك النهاردة هيكون في تجارب مهمة هتتطلب منك التزام اكتر، تبقى عندك جدية اكتر بمستويات كتيرة ومسؤوليات واضحة قدامك. في مهمة جديدة هتبقى في طريقك لكنها مختلفة عن كل اللي انت كنت بتعمله قبل كده، هيجيب ليك النهاردة فرح حتى لو كان صغير، لكن هتبقى كافية جدا عشان تأثر عليك بشكل إيجابي وتأثر على مزاجك. هتتطلب منك كل الأحداث اللي فاتت انك تركز فيها بشكل كويس وتراجعها وتدخل بداخلها بشكل مركز أكتر على كل حياة الأشخاص اللي حواليك، اللي بتبقى في الأيام الروحية اللي عندك اللي انت بتشعر بيها في الفترة دي. لازم تقضي وقت حلو مع كل الأشخاص اللي حواليك النهاردة. لو حبيتوا تتكلموا مع نفسكم أكتر هيبقى اليوم مناسب عشان تعملوا كده بشكل مثالي، هتتقدموا أكتر ومش هتكون أحلامكم عشوائية في اليوم ده، بالعكس هتبقى أحلام مدروسة أكتر، لكن لازم تفك رموزها اللي ممكن تبقى صعبة في بعض الأحيان، وبالتالي هيبقى مش بتفهموا حاجات بسيطة قدامكم، لكن هيبقى عندكم قوة ومعنى واضح للأحلام اللي انتوا بتحلموها. في أخبار حلوة جدا هتجيلك في اليوم ده، وهتكون حتى من مسافات مختلفة، ممكن ما تبقاش من نفس المكان اللي انت فيه، ممكن تجيلك من بلد تانية أو مكان تاني. هتتفاجأ النهاردة لأنك دايما عارف تستقبل كل الأخبار العاطفية بشكل حلو، وهتستثمر فيها بتأثير واضح جدا عليك في الأيام اللي جاية. كل الأشخاص اللي حواليك هيحاولوا يستعيدوا علاقة الحب المكسورة اللي عندهم، وهيتأذوا منها شوية لأنهم هيسمعوا كلمات صريحة جدا من شريكهم القديم. عشان كده بفضل إن اليوم ده تخلي لي الإجراءات المتعلقة بإنك تسوي خلاف أو تسوي شراكة أو علاقات تعاقدية أكتر في اليوم ده، لأنه مثالي عشان تعمل كده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.